الجماهير وكل ضيوفها وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في الوطن العربي كله. بيسعدني في هذه اللحظه انضم معانا في تغطيتنا المميزه والحصريه النهارده على شاشه قناه الاهلي استاذ محمد كامل رئيس شركه اداره برزنتيشن. اهلا بيك استاذ محمد على شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك. اهلا بيك حبيبي. ازيك؟ يعني احتفاليه كبيره النهارده وعرس رياضي جديد بيضاف للرياضه المصريه في عام الرياضه المصريه عام 2017 عام الانجازات. يعني شايف الاحتفاليه ازاي النهارده وشايف وجود فريق بحجم اتلتيكو مدريد يعني فرق مصنفه عالميا في ارض مصر في هذا التوقيت بالذات مدلوله ايه؟ طبعا انا بحيي اللي في الاستوديو وبشكرك جدا على الانترفيو، بس انا بحكي لك انه النهارده الحدث ده انا بشوفه انه واحد من احلى الاحداث اللي نقفل بيها السنه رياضيا. زي ما انت قلت عام كاس عالم مصر فيه بطوله عربيه، ويمكن عايز اقول برضو اشير انه الماتش ده هو تاني تعاون بين برزنتيشن وصله بعد البطوله العربيه في البث الفضائي، والنهارده احنا متعاونين من خلال البرودكشن بتاع الملعب اللي هو تصوير المباراه بشكل كامل من برزنتيشن لايف وقناه النادي الاهلي الحصريه. ده تاني تعاون بيننا وبين صله. اعتقد السنه دي سنه رياضيه جميله جدا، انتهت بالمباراه الكبيره مباراه السلام بين اتلتيكو مدريد والاهلي. ده حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا في صناعه كره القدم حتى في مصر. برزنتيشن وتاكيد حضرتك دائما على صناعه ان الرياضه وكره القدم بقت صناعه. القيمه التسويقيه المباراه زي دي بفريق حجم زي اتلتيكو مدريد، يعني حضرتك شايفه ازاي ومرجوع على الرياضه المصريه بشكل عام؟ هو فكره ان فرقه زي اتلتيكو مدريد تبقى موجوده في مصر دي حاجه كبيره جدا، وبتنهي بيها سنه وفي وقت اجازات زي ده. دي حاجه للعالم كله، رساله للعالم كله. انت كان عندك عمليه سخيفه امبارح حصلت، ان النهارده الناس كلها موجوده وبنتفرج على الماتش ومفيش حاجه بتقف. مصر اكبر من حاجات كتير، مصر اكبر من كل حاجه، وصناعه كره القدم بتزدهر يوم بعد يوم، والدليل للمباراه الكبيره اللي زي دي. بكره كل جرايد العالم هتتكلم عن مباراه اتلتيكو مدريد والاهلي، ومحدش هيتكلم على اي حاجه تانية حصلت في مصر، لانه فعلا احنا دخلنا النهارده بمنتهى الهدوء، والامن بره موجود متواجد بكثافه، واديك شايف الناس كلها عائلات. هي دي مصر، هي دي مصر. احنا بس السنه قفلت زي ما انت قلت، بتقفل بتقول مصر هي مين؟ ده مصر. المباراه زي دي النهارده واحتفاليه ومهرجان من اجل السلام وتخصيص الايراد بتاعها لاسر الشهداء، ده برضو يعني تغيير جديد وكواليتي جديد في التعامل مع هذه الاحداث الرياضيه الجديده. يعني حضرتك برضو من قيمه في الوسط الرياضي وشركه بحجم برزنتيشن، هل في خطط ثانيه على نفس المنهاج ده ان احنا اسر الشهداء يكون ليها تواجد، مش شرط بس الاهلي، بس كل الانديه الثانيه؟ احنا في برزنتيشن عندنا ماتش السوبر عاملين حاجه لاسر الشهداء. فكره اسر الشهداء دي دول اولادنا كلنا، يعني الناس اللي ماتوا دول وضحوا من علشان احنا. الناس اللي ماتوا وضحوا لو ما كانوش ضحوا ما كنت شفت انت المنظر ده. فاقل حاجه احنا ممكن نعملها، اقل شيء ان احنا نعمل حاجه دي. وطبعا كيان زي كيان النادي الاهلي كيان عظيم كيان كبير، هو بيعمل المبادرات الجميله دي، واحنا دايما كلنا بنبقى ماشيين وراه. يعني ما ينفعش حضرتك تكون معايا والسوبر كمان برضه، يعني خلاص على الابواب، يعني برضه اخر الاستعدادات ونشوف الدنيا. يعني انا عارف ان حضرتك مسافر بكره، نعرف برضه ونحط الساده المشاهدين معانا في الصوره. يعني ان شاء الله مباراه قويه جدا، الاهلي والمصري، سوبر كبير جدا. عايز اقول لك ان التذاكر على ما اعتقد فتحت من ساعتين، في اقبال كبير جدا من الجانبين. يعني برزنتيشن كل سنه بتعمل حاجه جديده، خلينا نشوف المفاجاه السنه دي. في مفاجاه ان شاء الله في المباراه كبيره. وخلينا نقول برضو على قناه النادي الاهلي هنا انه كل كواليس المباراه هتتذاع على قناه النادي الاهلي حصريا. كل حاجه بتحصل جوه فندق النادي الاهلي مفيش حد هيعرفها غير قناه النادي الاهلي. ان شاء الله مفاجات كبيره جدا، احنا مسافرين بكره وربنا يعمل فيه الخير يا رب. رساله حضرتك للجمهور الموجود النهارده والجمهور الملايين اللي بتشاهدك في الوطن العربي كله وفي مصر علشان نرجع جمهورنا تاني للملاعب المصريه. بص، رساله للجمهور، انا مش عايز اقول رساله للجمهور بصراحه، عايز اقول رساله لكل الناس، لكل اللي بيتكلموا عن الجمهور. الجمهور اكبر مننا، الجمهور احسن مننا، الجمهور كل ما بنحطه في اختبار هو بينجح واحنا بنبقى قلقانين اكتر. بس ندي احنا ثقتنا في نفسنا وثقتنا في الجمهور. الجمهور متوازن جدا، وانا بقول اهو من غير ما انا اعرف، هتشوفوا مباراه في الاهلي والمصري، بين الاهلي والمصري البورسعيدي، الجمهور فيه متعاون والجمهور فيه زي الفل. شفنا ماتشات مصر، شايف الجمهور النادي الاهلي، يا الجمهور زي الفل. احنا المشكله عندنا احنا، مش المشكله عند الجمهور. الجمهور بيحب الكوره، انا براهن دايما على الجمهور، ولو احنا راهنا على الجمهور صدقني الصناعه كلها هتكسب ان شاء الله. شكرا يا محمد، مبروك ليك وربنا يخليك. شكرا. ده زميلي تامر، ده كان لقائنا مع الاستاذ محمد كامل رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن. طبعا يعني خدنا منه معلومات كتيره جدا، واهمها طبعا يعني البشره الكبيره الساره اللي زفها الا جماهير وعشاق النادي الاهلي في كل مكان، ان السوبر المصري حصريا وكواليسه كلها على قناه النادي الاهلي. ده طبعا حاجه كويسه جدا، وان شاء الله تغطيه مستمره معاك وفي مزيد من اللقاءات ومزيد من الانفرادات على شاشه قناه الاهلي. الكلام ليك زميلي تامر في الاستوديو. شكرا للزميل العزيز.